برافو عليكي. الو بس كفايه النهارده خلاص خسرتي اصلا. بس انت لسه ما شفتيش لعبه البيبي ده. انا باكله وبشربه وبحميه. هم عملوا بيبي في الديجيتال برضو؟ اه، وعملوا كوفير بتغسلي للبنات شعرها وتشوريها وتعملي تسريحات. والله لا، عايز له يوم تاني بقى وانا اتاخرت. ايه ده، انت هتمشي؟ ايوه حبيبتي همشي، بس هرجع لك يوم تاني بقى، يبقى يوم اجازه ونقضيه كله مع بعض. ايه رايك؟ ونروح عند مامي ونتفسح. نروح عند مامي نتفسح. ريما انا بحبك قوي. وانا بموت فيكي. مساء الخير بابي. ازيك يا جمانة حبيبتي؟ كويسه؟ على فكره ريم جت هنا ومشيت. ما انا عارف. عملتوا ايه بقى؟ ياه، عملنا حاجات كتيره قوي قوي. طب ومشيت ليه؟ اصل بابا كان مستنيها. وطبعا ما يصحش تسيب باباها لوحده. اصل سنتنا دي قعدت تضايقها لحد ما مشيت وما رضتش تاخد العربيه. طب انا هشوف الموضوع ده بعدين، بس تاني مره ما تبقيش تقولي حاجه ما حدش سالك عليها، علشان ده عيب. اتفقنا؟ اتفقنا. يا ترى الوقت مناسب؟ حضرتك تتصل في اي وقت. انا بكلمك علشان اشكرك واعاتبك. تعاتبني يا خبر؟ ليه، انا عملت حاجه ضايقت حضرتك؟ اولا عايز اشكرك على كل اللي عملتيه مع جمانه، حقيقي مش عارف اشكرك ازاي. يا مستر مجدي، جمانه دي زي اختي بالظبط، ومفيش شكر على اي حاجه اعملها عشانها. طب الحاجه التانيه بقى، ممكن اعرف ليه سبتي العربيه وروحتي في تاكسي؟ مفيش، بس لقيت نفسي تعبانه ومش قادره اسوق، فقلت افضل اروح في تاكسي. طب ممكن تاني مره ما تعمليش كده؟ ما هو اصلا لو سمحتي ممكن تاني مره ما تعمليش كده؟ حاضر. يلا مش هطول عليكي، اشوفك بكره، تصبحي على خير. حضرتك من اهله. ممكن تاخدي العربية ولا كمان عندك مانع؟ مفيش داعي يا فندم. ما هو يا تاخدي العربية تشوفي لك عربية جديدة بالتقسيط، وأنا هخليهم يخلصوا لك كل إجراءاتها. لا مش للدرجات دي يعني. ما هو بصراحة عربيتك شكلها قدامها كتير على ما تتصلح، وأنا هحتاج منك الفترة الجاية تتحركي في أماكن كتير. أنت هتقضيها تاكسيات يعني ولا إيه؟ طب عموما على الأسبوع الجاي لو لقيت إن مفيش فايدة في العربية هقول لك، وهنشوف ممكن نعمل إيه. اعتبر ده وعد؟ وعد بإيه بس يا فندم؟ بإنك تبلغيني بقرارك الأسبوع الجاي؟ إن شاء الله، بعد إذن حضرتك. تفضلي.